السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية الأخوات والإخوان المشتركين معي في القناة، وتحية كذلك لهواة جمع القطع النقدية المالية القديمة سواء كانت معدنية أو ورقية، وتحية لكل مشاهدي هذا الفيديو. اليوم من بين كل هذه القطع النقدية القديمة اخترت لكم قطعة نقدية للجمهورية الفرنسية الرابعة. القطعة هذه أمامكم، كما تلاحظون أخواتي إخواني، على وجه هذه القطعة مكتوب عليها ريبوبليك فرانسيز، وهناك رأس امرأة كما تشوفوا، وريبوبليك مكتوبة بواحد الطريقة U مكتوبة بحال V. هانتوما إخواني إخواتي شوفوا مزيان، لاحظوا معايا. وصاحب أو نحات هاته القطعة النقدية هو ألا لافغي. أتمنى الصورة تكون واضحة أمامكم. نشوفوا الآن ظهر هذه القطعة النقدية. على ظهر هذه القطعة النقدية كما تشوفوا بحال الكورون في الجانبين، قلنا ريبوبليك ار اف ريبوبليك فرانسيز 5 فرون 1949. وهذه القطعة النقدية الوزن ديالها يعادل 3.5 غرام، والقطر ديالها تقريبا 31 مليمتر، والسمك ديالها 2.2 مليمتر. وهذه القطعة النقدية يعني في مواقع بيع العملات كتعمل تقريبا 950 أورو، أي ما يعادل 10,000 درهم مغربية. أتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، أشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.